النيابة بأنه تهمة جديدة أو وصف جديد. هل هي فعلا وصف جديد أم أنها واقعة أخرى؟ بالقطع والجزم واليقين هي واقعة أخرى، لا يجوز أن تضاف إلى المتهمين الأول والثاني والثالث كما طلبت النيابة. ليه؟ لأن الواقعة المرفوعة عنها الدعوة هي واقعة الاستيلاء على مبلغ كذا حيلة أو خمسة أو عنوة بقصد تضييعه على ربه، فهنا الواقعة هي انتزاع المال بقصد تضييعه على ربه.